مرحبا يا أصدقاء. شهر سبتمبر أيلول بتميز بكتير ميزات. أولا أنه نص الكرة الأرضية خلقوا بهالشهر، ما بعرف أولا هيك بحس كل يوم بيجيك تنبيه عيد ميلاد 10 من أصدقاء. ثانيا هذا الشهر هو الشهر اللي بيبتدي فيه الموسم التلفزيوني، يعني عادي تشوف 100 مسلسل يبتدي عرضهم بهذا الشهر، وإحنا كالعادة رح نختار لكم أفضل وأبرز المسلسلات اللي رح تنعرض ونخبركم فيها. فيلا كمان أنتم انزلوا لتحت وتغطوا لايك وخلونا نبتدي الفيديو. سامعك انت اللي بتقول الموسم الدراسي كمان بيبتدي بسبتمبر، ترى هي مو ميزة، لا ابدا مو ميزة ولا عمرها كانت ميزة. رجع أيلول انت بعيد بغيب حزين. متابعين على باص، مع بداية الشهر بيبتدي عرض الموسم الثاني لمسلسل ماينس ام سي، مسلسل مشتق من مسلسل شهير سانس اوف اناركي، وبعدها مسلسل جديد من هولو بعنوان وودانج ان امريكان سيجا مبني على قصة حقيقية. وبعدها بستة ايلول يوم الجمعة الساعة 10 الصبح تتوفر حلقات الموسم الثاني للمسلسل الاسباني اللايت على نتفليكس، مسلسل يلي خلينا نقول تباينت الاراء حوله تقريبا كعادة كل المسلسلات. بيحكي قصة مدرسة تضم ابناء نخبة القوم بمدريد، بينضم لهم 3 طلاب فقراء، دمر الزلزال مدرستهم وتعرضوا للتنمر طبعا، وبعدها بتحصل جريمة قتل بيكون لها وقع كبير على الطلاب واهاليهم. نفس اليوم بيرجع الموسم الثاني لمسلسل دي سي تيتانز اللي بيحكي قصة روبن اللي بيترك باتمان وبينضم للشرطة، لكن حادثة غريبة لمراهقة بتخليه يجمع مجموعة من الأبطال لحماية هاي المراهقة. ويوم 9 سبتمبر يرجع الموسم الثالث لمسلسل ذا دوس بطولة جيمس فرانكو وماجي جيلنهار. ويوم 10 سبتمبر الموسم الثالث لمسلسل جريمة مستر مرسيدس. ويوم 12 الموسم الثاني لمسلسل مستر ام بيتوين على شبكة اف اكس. وبنفس اليوم نتفليكس عندها مسلسل جديد بعنوان ذا ايلاند عن 10 اشخاص بيستيقظوا على جزيرة غريبة فاقدين للذاكرة، مو عارفين من هن او كيف وصلوا للجزيرة، وبتبتدي رحلتهم لاكتشاف انفسهم واكتشاف عالمهم. ويوم 13 مع مسلسلات روم 104 المسلسل الانثولوجي بموسمه الثالث على اتش بي او، انبليفابل مسلسل جديد من نتفليكس مبني على احداث حقيقية عن مراهقة بتتعرض للاغتصاب وما بيتم تسديها لانه ما في دليل يثبت انها تعرضت للاغتصاب. ذا رانش الجزء الاول للموسم الرابع بعد غياب رح ينعرض واللي رح يكون من 10 حلقات على ان يعرض الجزء الثاني من الموسم الرابع ب 2020. اندان مسلسل انيميشن جديد من امازون. ويوم 18 سبتمبر الموسم التاسع لامريكان هورر ستوري يلي رح يحمل عنوان 1984 وكالعادة بقصة وطاقم جديدين. ويوم 20 سبتمبر نتفليكس راح توفر مسلسلين، المسلسل الاول كريمينال هو مسلسل جريمة اوروبي اي اوروبي بتدور احداثه باربع دول اوروبية، المسلسل الثاني مسلسل انيميشن ديسانشمنت او هيك شيء ما بعرف اذا لفظته صح. يوم 22 سبتمبر الموسم الثالث للمسلسل اللطيف الكيوت ان ويذ اني على شبكة سي بي سي الكندية. بتعرفوا كل سنة بيكون في مسلسلين أو ثلاثة جداد وبيحققوا نجاح جماهير كبير، و2017 The Good Doctor كان أحد هاي المسلسلات اللي حينعرض موسمه الثالث 23 سبتمبر. المسلسل بيحكي قصة دكتور شون مورفي وهو جراح مصاب بالتوحد ومتلازمة الموهوم، بينتقل على المدينة من الريف الهادئ ليدخل بمرحلة من محاولة إثبات الذات أمام مجموعة من المنافسين والمعارضين. كمان ب 23 سبتمبر رح تنعرض المسلسلات 911 بول لاف سيتي لاو أور رايز. تعرفوا الشخص هذا تشيك لوري صنع وكتب مسلسلات كوميدية رائعة نذكر منها دارما اند جريج تو اند هالف مان مام وذا بيج بانج ثيوري. رح يقدم هالسنة مسلسل جديد بعنوان بوب هيرس ابشون عن رجل اعمال بيتعرض لأزمة قلبية ويوم يصحى بيقع بغرام ممرضته المهاجرة النيجيرية. وكمان بيوم 23 سبتمبر رح ينعرض مسلسل بروديكال سان عن عالم نفسي جنائي بيساعد شرطة نيويورك بحل الجرائم ملاحقة القتل المتسلسلين، والغريب انه هالعالم هو ابن قاتل متسلسل يدعى الجراح. شكله هذا المسلسل راح يكون جميل. ويوم 24 سبتمبر عندنا مجموعة من المسلسلات، امرجنسي مسلسل جديد على اي بي سي، امباير موسم السادس على فوكس، والمسلسلين الطبيين الجميلين نيو امستردام وذا ريزيدنت، ومسلسل الدراما ذيس از اس اللي راح يرجع بموسم الرابع على ام بي سي. ويوم 25 سبتمبر شيكاغو بترجع بمسلسلات لثلاثة، شيكاغو فاير، شيكاغو بي دي، وشيكاغو ميد، والموسم 11 لمودرن فاميلي، مسلسل جديد للجميل كوبي سمولدرز بعنوان ستامب تاون. ويوم 26 مع مجموعة من المسلسلات الجديدة، ايفل مسلسل غموض على سي بي اس، ذا يونيكورن مسلسل كوميدي عائلي على سي بي اس، كارول سيكوند اكت مسلسل كوميدي طبي على سي بي اس، بيرفكت هارموني مسلسل كوميدي موسيقي على ام بي سي، ساني سايد كمان مسلسل كوميدي على ام بي سي. كما انه يوم 26 رح يحول المسلسلات الراجعة ذا جود بليس بموسم الرابع، كريز انتومي بموسم 5000
قصدي السادس عشر How to Get Away with Murder موسمه السادس والأخير، Mom موسمه السابع، Superstore موسمه الخامس، Young Sheldon موسمه الثالث. أما ب 29 سبتمبر رح يكون معنا مسلسلات High Five O الموسم العاشر، Magnum PI موسم الثاني، Van Helsing الموسم الرابع. مسلسل جديد من نتفليكس بعنوان The Bridge من إبداع ريان مورفي اللي صنع مسلسلات رائعة عم نذكر منها American Crime Story و American Horror Story و Glee وغيرها. كمان بنفس اليوم رح نعرض مسلسل أكشن والإثارة الهندي Part of Blood. لفتني بصراحة أن الأعمال الهندية اللي عم تنتجها نتفليكس مجملها أعمال جميلة، أو شو رأيكم أنتم؟ وبنيجي ليوم 29 سبتمبر معنا مسلسلين انيميشن Family Guy الموسم 18 و The Simpsons موسم 31، بالإضافة للموسم الثاني لمسلسل The Rocky، مسلسل جديد بعنوان Godfather of Harlem. المسلسل أولا مبني على قصة حقيقية، وثانيا من بطولة الأوسكاري فورست وايت ووكر وجان كارلو إسبوسيتو وغيرهم من النجوم، وثالثا يعتبر بريكويل لفيلم American Gangster اللي انعرض ب 2007 وكان من بطولة دينزل واشنطن وراسل كرو أخرجه ريدلي سكوت، ورابعا من إنتاج وكتابة كريس برينجاتو اللي كتب وأنتج ناركوس، وخامسا بيحكي قصة زعيم الإجرام الشهير بامبي جونسون اللي بيطلع من السجن بعد 10 سنين بيلاقي عصابة إيطالية مسيطرة على الحي اللي كان هو زعيمه، وطبعا بيقرر يرجع يسيطر عليه من جديد. هاي كانت أبرز المسلسلات، بنأكد أبرز المسلسلات وليس كلها، مين قادر يعرف كم مسلسل ذكرنا بهالفيديو؟ طيب إذا بدك تعرف قصة كل مسلسل من المسلسلات اللي ذكرناها أو تريلر أي مسلسل رح نترك لكم رابط مسلسلات سبتمبر بالوصف. طبعا ممكن بعض المسلسلات تحدد موعد عرضها بشهر سبتمبر بعد عرض الفيديو، كيف رح تعرفوا؟ بدكم تشوفوا رابط مسلسلات سبتمبر لأنه بيتم تحديثه باستمرار. وبالنهاية لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات واللايك ومشاركة الفيديو، وتابعونا على حساباتنا على مواقع التواصل لتعرفوا أخبار مسلسلاتكم وأفلامكم اللي بتحبوها. نلقاكم الأسبوع القادم، سلام.